مرة جديدة من وسط بيروت التجاري بتحتفل شركة روتانا بنجمة من نجماتها الفنانة الإماراتية الشابة رويدا المحروقي. خليكن معنا لنشوف تفاصيل المؤتمر الصحفي سوا. إذا بتسمحوا بتاخذوا أماكنكم لأنه قبل ما نبلش المؤتمر بدنا ننتبه كلنا على الشاشات ونحضر كليب الفنانة رويدا المحروقي لأول مرة بتشوفوه لأنه لسه ما انعرض على شاشة روتانا الموسيقى حتى بده بعد كم يوم لينعرض، ولكن قبل ما ينعرض هالكليب من خلال الصور اللي وزعها المكتب الإعلامي لشركة روتانا بلش يعمل جدل يعني كلنا الشوكولا. استاذ محمود موسى مدير الشؤون الفنيه بشركه روتانا، اهلا وسهلا فيك، منورنا دائما بوجودك وحضورك. تفضل كمان في كلمه بدك تحط الايد. تفضل. مثل العاده اهلا وسهلا فيكم، منورين روتانا كافيه، ودائما نحن بنشكركم على تعاونكم معنا وحضوركم معنا، ونحب نرحب بروايده كمان اول مره بلتقي فيها ببيروت انا، مع العلم انا وياها بالقاهره على طول يعني. وأهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله تكون أسئلتكم هيك حلوة وخفيفة ورايقة ومشجعة ورويدة يعني من الأصوات وأنا اليوم سمعت الألبوم كله كمان، وأرجو أن تكونوا هيك شوية خفيف ومضاف. أول شيء شكرا على المقدمة أستاذ موسى، لأنه بدك تعطي الضوء للصحافي انه مثلا يسأل سؤالات خفيفة وكلياتنا خفيفة على فكرة. لا أنا ما بوصل خفيفة يعني، بكون من نوع تقيل يعني، هلا تعالى ما بديش بعيد كثير هيك بسيطة. يلا رويدا معي كتاب على يدي من جريدة البلد ومجلة القمر. أول شيء مبروك الألبوم. الله يبارك فيك. وثاني شيء مبروك الكبير الصدمة. يعني الله يبارك فيك. الصدمة. ليه صدمت؟ مش صدمة لإلي، صدمة للجمهور الخليجي، لأن مثل معقولة إحنا إنه أنت عماد إنه الصحافة الخليجية انتقدتها، طبيعي بدها تنتقدها. أنا ما انتقدتها، بلشت تكتب، بدي أشوف حتحسوا مثل ما حسوا هن مش من حقهم ينتقدوا بعد لأنه شافوا بعد ما تعصب هذا أول ما بالصور اللي وزعوها بطبيعة الحال. أول شيء نحن ما قليل جدا نشوف فنانة خليجية أول شيء بتلبس مثلاً شوية حفر وصوت روتيل وقصص هيدي، فحتماً صدمة. وثاني شيء كنا ننتقد نحن ماريا
وقت اللي تحممت بالحليب وكل كل العالم عملت عليها، وانت عم جديد يعني عم تتحممي بالشوكولا يعني ما تغير شيء، تغير المنظر شوي صغير. بتقطعتي انا ما فهمت الحين الجواب ولا هو تعليق ولا هو وكله على بعضه بتجيبيهم كلهم سوا. وبتعتقدي انه المجتمع الخليجي بيرضى مثلا الفنانين الخليجيين بالنايتات والقصص، في منها موجوده بالخليج هيك يعني؟ شوف انا موجوده في الخليج فاكيد في من يعني في الخليج. مبدئيا بالنسبه لللبس انا مو اول مره اطلع لابسه كاب مثلا او شيء مفتوح. انا شغلي وحده مع اني صاروا ثلاثه اربعه بالكليب يعني ما يمكن وحده تمرق بس ثلاثه اربعه. لا لا ما في شيء اسمه وحده تمرق، انتم الصحافه ما تمرقوا وحده يعني على يعني صار يصيرنا غني وما في مره سويت شيء ما مرقت يعني حتى الكرتون ما مرق. فلا ما في شيء يمرق على حد. كل الموضوع ان انا هذه شخصيتي. يمكن نحن مسوين شوي الشوكليت، يمكن فكره الشوكليت والمي جديده علينا او علي انا، بس هي فكرتها مش ان نحن نتحمم في شوكليت. الفكره ان انا المفروض كوين اوف شوكليت، يعني انا اللي المفروض ان اعطي شوكليت للناس. اذا يمكن لان كليب تشوفونها اول مره ما لاحظتوا بعدين في شوكليت على وجهي. يس انت المفروض بعطيهم شوكليت، لان انت لما تكون مثلا لتسي مطر، المطر بيجي عليك من كل مكان، يجي على وشك على ايدك على جسمك على شعرك وات ايفر. فهي الفكره لو انا كوين اوف شوكليت راح اعطيك اياها على ايدك على وجهك على شعرك اني وير. هي فكرتها انك كوين اوف شوكليت، ان انا مصدر شوكليت. شفنا البيضة بالكليب مثل ما كان عم تقول زميلة رياض بالشوكولا، كنت عم تقولي انه حابة تكوني the queen of the chocolate، هل هو ترويج لماركة معينة ممكن تكون لك بالمستقبل؟ هذا واحد من الأسئلة. السؤال الثاني، انت كبنت بمجتمع عربي انا اكيد كثير حبيت الكليب وكثير الجرأة منا كثير مبذلة، بالعكس الجرأة حلوة كانت فيه. وبالخليج العربي اكيد عم تشهد نوع من الانفتاح على العالم وعلى كل هالتطورات، هل الانفتاح اللي انوجد بالكليب كان في ترحيب من قبل المجتمع العربي المقرب منك وخاصة عائلتك؟ اوكي، اول شيء ننوي دعاية او تقديمة لبراند او شيء جديد بعدين نشوف، بعدين هذا يعني خلينا الحين في الكليب وفي الالبوم كل شيء وقته حلو. بالنسبة اكيد اهلي اول ناس شافوا الكليب، يعني اقرب الناس اللي شافوا الكليب. مثل ما نرجع نقول الموضوع غير مبتذل، ما فيها يعني مش فولدر، ما فيها حركات اثاره زياده، ما فيها اوكي صح في شوكليت في ماي، بس حتى التعامل مع الشوكليت كان وايد اي ثينك انه كان وايد لطيف. يعني ما تعاملت مع الشوكليت او الماي بشكل انه اغراء. ما الميكروفون بعد الغرفه بدي كمل انا على ذكر الموضوع. يعني خلينا نكون صريحين، مجمعنا نحن نشاهد باي كليب اجنبي بتكون ايروتيك، بيكون الهدف منها شيء معين. لا لا لا، انتوا اخذتوها وخلجنتوها او عربتوها بطريقه انه غيرتوا بالاتجاه اللي تكون، يعني ما في مصور فني للمشهد الا اذا كان بده يكون ايروتيك، بس انتم ما قدرتوا تعملوا ايروتيك لانه ما تسترجوا تعملوا ايروتيك. لا 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 اتس نوت لايك ذس. وحتى لو هل انت يعني هل هي فكره نحن ماخذين فكره اجنبيه بعد بس هيك مشاهد باي فكره اجنبيه اجمالا بتكون. شوفي خلي بالك نفس المشهد بيونسي وبيونسي، شوفي كيف كان بيونسي بيروحوا للماكسيموم فيها نفس المشهد هذا. اوكي نفس فكره الشوكليت على الفنان ممكن ينعرض باشكال مختلفه ورح نشوفيها مع كل شخص بشكل مختلف حسب احنا كيف نتعامل مع الصوره. يمكن انا نفس الصوره هذه مجرد انه وحده تاكل شوكليت وتمشي، بس في مصور فني بيفرض الصوره بالفكره وممكن تكون انا ما بقيت انه لها مطرح بالفكره غير انه بدكم تعملوا شيء ما قدرتوا تعملوا كذا. نو نو، هي كل الفكره انه نحن اصلا كانت فكره الكليب كلها كوين اوف شوكليت، اصلا حتى كانت الفكره فيها مجبرنا. يمكن مجبرنا لانه مع الوقت شلنا بعض الاشياء، شلنا بعض الشوتس وهذا، بس هي مبدئيا كان المفروض رح يكون فيها شوكليت اكثر، بس مش معناها انه كان رح يكون فيها شوكليت اكثر، يعني كان رح يكون في مثلا اطفال وياكلوا شوكليت وعارفين، كان رح يكون في اعمال مختلفه، كان يمكن بين موضوع الشوكليت اكثر. السؤال الثاني، اول ما نزل الالبوم كتب الصحافه انه رويدا عاتبه على بطانه، وكان في ايه حبيبي
ما اقدر اقول انه توتر بحيث فعلا ما كان في يعني ما مثلا ما رفعت سماعه التليفون وسويت مشكله حد رفع سماعه التليفون عليه وسوينا مشكله لا كان في مشكله انه مثلا انا كنت حابه انه يكون في مع احترامي طبعا روتانا وانا في روتانا اليوم احنا اهل في الاخر يعني انا بدايتي معاهم وهذا نحن اليوم موجودين مع بعض يمكن ساعات نحن احس مثلا كان ممكن نسوي دعايه اكثر الحين نرجع نقول شيء ثاني دخلنا الصيف خلينا في الكلام